الحاوي، فريق الحاوي في الجهه اليمنى، وركنيه لصالح الوداد. اجتو اجتو في التنفيذ، كرة عالية داخل منطقة العمليات الراسية، كابوس يسجل هدف الأول في مرمى الحارس يورج ارميني حارس فريق شباب الريف الحسيمي، هدف مقابل الشيء. إذا كابوس مفتاح من مفاتيح فخر الدين رجحي، يسجل هدف الأول بعد دخوله مكان أيوب سكوما عن طريق كرة ثابتة عرضية من أجدو، وراسية كابوس في شباك فريق شباب الريف الحسيمي. إذا هدف مقابل لا شيء لصالح الوداد عن طريق كرة ثابتة في الدقيقة 51 من عمر هذا النزال. كابوس يسجل الهدف، إذا هدف مقابل لا شيء. تابعونا الإعادة. كابوس تجعل اقرب نحو الصدارة، لكن نقطة واحدة كانت في اخر المطاف للوداد ليصبح رصيد 34 نقطة، ولشباب ريف الحسيمي ليصبح رصيده كذلك 23 نقطة. هكذا مشاهدينا الكرام انتهى اللقاء بالتعادل هدفين مقابل هدفين. رفكم في هذا التعليق، معلمكم يسري مراكشي، على امل اللقاء بكم في باقي المناسبات القادمة إن شاء الله، وأعود لاستديوهاتنا بالدار البيضاء رفقة الزميل هشام فرج.